11 بتوقيت الجزائر نشرتنا للأخبار. مشاهدين أهلا ومرحبا بكم. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي الأول بعنوان حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة، حيث استقبل رئيسة المحكمة الدستورية لجمهورية أنغولا، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية لجمهورية البنين، نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البنين، عميد أعضاء المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، القاضي لدى المحكمة الدستورية لفيدرالية روسيا، القاضي لدى المحكمة الدستورية لجمهورية كوريا، القاضي لدى المحكمة الدستورية الأندونيسية، نائب رئيس المحكمة الدستورية لدولة فلسطين، نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية تركيا، رئيس المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية. وحضر اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية السيد عمر بالحاج رئيس المحكمة الدستورية والسيد بوعلام بوعلام المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية. هذا وأخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي الأول حول حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري. كما استقبل رئيس الجمهورية منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي السيد بريت ماكغورك، الذي كان مرفوقا بالمساعدة الرئيسية لنائبة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية السيدة يائيل لومبرت. حضر اللقاء عن الجانب الجزائري السادة رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بومدين بن عتو مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، اللواء مهنا جبار المدير العام للوثائق والأمن الخارجي. وعقب الاستقبال أدلى منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي بالتصريح التالي: يسعدني تواجدي هنا بالجزائر ولقائي برئيس الجمهورية، كان لقاء مثمرا وبناء جدا. نطمح أكثر للعمل سويا لأن الشراكة بين بلدينا قوية جدا. تحدثنا أيضا عن الأوضاع بأوروبا وعن الأوضاع في شمال إفريقيا، ونعمل قدما من أجل توطيد هذه الشراكة في المنطقة، إذ لاحظنا تطورات كبيرة. استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد بريت ماكغورك، والمساعدة الرئيسية لنائبة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية السيدة يائيل لومبرت. وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء الذي حضره ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي، تطرقوا إلى حالة التعاون الثنائي بين البلدين، وبحثا سويا الوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما تناولا أيضا السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما شكل اللقاء فرصة لتبادل التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. الجزائر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تحت قيادة رئيس الجمهورية تمكنت من تحقيق تجربة ديمقراطية وتنموية رائدة، أساسها انتقال سياسي سلس يراعي المبادئ الدستورية والإرادة الشعبية، وطفرة اقتصادية مبنية على تثمين القدرات الوطنية وتحرير المبادرات والطاقات الشبانية. دال البطبة. المحكمة الدستورية واحدة من لبنات الإصلاح العميق لمؤسسات الدولة
وهي تقف اليوم على سنة كاملة من الأداء الرقابي في جزائر جديدة تشهد كل هذا التحول الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي. هنا يتسع الإدراك وتترسخ القناعة بأن المعركة كانت أقوى من الزمن الذي عاندت ظروفه الصعبة ومخلفاته المعقدة. الرؤية السياسية الواضحة لرئيس الجمهورية مكنت من انتقال سياسي سلس يراعي المبادئ الدستورية ويحترم الإرادة الشعبية، وجسدت توجها اقتصاديا جديدا حرر المبادرة وأطلق العنان للطاقات الشبانية. وثبة تجاوز صداها حدود الوطن لتلقى إشادة دولية واسعة. اليوم تجمع الهيئات الأممية ومخابر البحث المختصة عبر تقاريرها على التنويه بالنتائج الإيجابية للورشات الإصلاحية المباشرة. مسار شائك لاسترجاع ثقة الشعب في دولته واستعادة الدولة لهبتها بدأ بتهيئة الجو التوافقي لاعتماد استراتيجية التف حولها الشعب ومشاورات واسعة مع جميع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين. وفي ترتيب الأولويات انطلقت أكبر ورشة لاستكمال البناء المؤسساتي وأخلقت الحياة العامة وتكريس استقلال العدالة ومواصلة الحرب على الفساد، ليرتسم وجه جزائر الثقة من خلال تجسيد أزيد من 80% من الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية حققت فيها الجزائر الأصعب بتشييد مؤسسات دستورية قوية. المسعى الذي لقي تنويها خاصا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. المواطن يظل الأولوية ومحور اهتمام الدولة. لم يمرر السيد الرئيس أي فرصة دون أن يؤكد على أن الطابع الاجتماعي للدولة عقيدة راسخة ومعركة لا تهدأ لحماية القدرة الشرائية رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي أفرزته كورونا. 2023 ستكون حافلة بإجراءات تصب في صالح المواطن البسيط. مشروع قانون المالية لسنة 2023 حمل إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ورفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة. وضربت الدولة بيد من حديد كل أشكال المضاربة إلى أن فرضت استقرار عمليات التموين ووفرة المواد. ثورة على كل الجبهات رهانها أريحية المواطن، جبهت التحديات وتخطت العراقيل ووضعت الجزائر على سكتها ومكانتها المستحقة. تحتضن الجزائر ابتداء من اليوم بوهران أشغال الندوة التاسعة أو رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا تحت عنوان دعم الأعضاء الأفارقة الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة في التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الإفريقية. الندوة التي تجرى فعاليتها بمدينة وهران تعرف مشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وكذا الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى جانب خبراء وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة الأمم المتحدة. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الدولي في تنفيذ مهامهم خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المواقف والمصالح المشتركة لإفريقيا أثناء عملية صنع القرار في مجلس الأمن الأممي. ويلتحق بنا من وهران الزميل صوفيان مقنين. صوفيان أهلا بك، وفيما تكمن أهمية هذه الندوة الإفريقية حول السلم والأمن في إفريقيا وما جديد هذه الدورة؟ إليك صوفيان.
صباح الخير. طبعا هي ندوة التاسعة التي تعقد دوريا بشكل دوري هنا في وهران فيما يمكن تسميته بمسار وهران، بما أن الاتحاد الإفريقي يعقدها كل سنة في هذه المدينة. في هذه الطبعة وهذه الندوة التاسعة عرفت حضورا كبيرا وواسعا لعدد من وزراء الخارجية للدول الأفارقة الأعضاء في مجلس السلم والأمن، والهدف كما قلتم هو التكلم بصوت واحد والدفاع عن مصالح القارة، خاصة بالنسبة للدول الإفريقية غير العضوة في أو التي لا تحمل صفة العضوية الدائمة في مجلس الأمن، حاليا هي الجابون وغانا. كينيا ستنتهي عهدتها وتلتحق الموزمبيق. أيضا في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية منذ قليل تحدث عن عالم متعدد الأزمات، وبالتالي لابد من التنسيق المستمر بين أعضاء الاتحاد الإفريقي كي نخرج بمواقف موحدة ترتكز أكيد حول مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول، وأيضا حماية الدول الإفريقية من التدخلات الدبلوماسية الأجنبية. أيضا هذا الموعد سيكون فرصة لدعم ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة في 2024-2025، كما سيكون فرصة لمناقشة عديد القضايا التي تهم القارة في ميدان السلم والأمن والإرهاب والعنف والتطرف، وأيضا بعض القضايا التي يمكن أن تتضامن فيها بعض الدول الإفريقية من خلال مختلف هيئات الاتحاد الإفريقي للخروج بمواقف موحدة تعزز من صوت القارة في المحافل الدولية، خاصة وأن القارة الإفريقية تعرضت لظلم تاريخي كبير في المجال يعني في المجالس الدولية المختلفة حتى من ناحية التمثيل، وبالتالي هذه فرصة لتوحيد الصف الإفريقي وأيضا للتحدث بصوت واحد والدفاع عن مصالح مشتركة لجميع الدول الإفريقية، خاصة في هذا الميدان بالذات ميدان السلم والأمن. صفيان مقرين، كنت معنا مباشرة من وهران أين انطلقت فعالية الندوة الإفريقية حول السلم والأمن في إفريقيا. شكرا جزيلا الشكر، وتبقى عدساتنا وأقلامنا تنقل مجريات هذه الفعاليات. واختتمت أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة باجتماع الوزراء الأفارقة المكلفين بقطاعات الشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال، والذي انبثقت عنه قرارات هامة وإصدار إعلان الجزائر لشركاتها الناشئة الإفريقية ووضع خارطة الطريق هي الأولى من نوعها بخصوص الابتكار وريادة الأعمال من إفريقيا. تفاصيل مع نجوى الأخضر قريقة. الخبراء وأصحاب المؤسسات الناشئة المشاركون في المؤتمر ثمنوا القرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري، والتي تتضمن آليات مستحدثة تؤسس لأول تعاون إفريقي عالي المستوى في مجال الشركات الناشئة من خلال إدراجه أولوية اقتصادية وطنية في إطار البرامج الحكومية والتنموية للدول الإفريقية. طرقونا السبيكرز باللي نقدروا نديروا تمويل في سواء في افريقيا او الدول المغرب العربي، وان شاء الله تكون هذه فرصه لينا باش ننتشروا وتكونوا الستارت اب تاع الجزائر منتشرين في العالم العربي والافريقي ان شاء الله. نحن عندنا الشركه في الرياض والحين نبدا نشتغل في الجزائر، وكنت اليوم في المحاضرات مع البلد الأفريقي، كنت عندنا a lot of introduction، فرصة مع مثلا البلد النيجيري ساوث أفريقي و ناروبي كينيا. ما يتم الآن ويحدث اليوم على مدار 3 أيام هو فرصة لنا أن نتعرف على نظام الشركات الناشئة هنا في الجزائر، وأيضا سوق العمل هنا في الجزائر، حتى نتمكن من دراسة الاستثمار والعمل هنا في السوق الجزائري.
ومن أجل تجسيد مخرجات الاجتماع الوزاري تم الاتفاق على إنشاء نقاط اتصال وطنية وتشكيل أمانة دائمة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة لمتابعة وتفعيل خارطة الطريق. والهدف منها هو وضع ميكانيزمات من شأنها تسهيل ولوج الشركات الناشئة الإفريقية إلى الأسواق الإفريقية، من شأنها أيضا وضع آلية تمويل جديدة، من شأنها أيضا تبادل الخبرات في مجال السياسات الحكومية الخاصة بالابتكار. هذا مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة 9:18 جنوب الشرق حمام الوان بالبليدة. ولمزيد من التفاصيل حول هذه الهزة الأرضية تلتحق بنا الزميلة آسيا غريب من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. آسيا، ماذا لديك؟ صباح النور زميلي، صباح الخير لكل مشاهدين. كما ذكرت نحن الآن متواجدون بمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ببوزرعة للحديث عن الهزة الأرضية التي ضرب صبيحة اليوم جنوب شرق حمام الوان بولاية البوليدة والتي شعر بها سكان الجزائر العاصمة وحتى الولايات المجاورة. تفاصيل أكثر عن هذه الهزة يحضر معي الدكتور في الجيوفيزياء رئيس مصلحة مراقبة الزلازل بمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ببوزريعة السيد عيدي شفيق. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا أختي، شكرا. هل يمكن أن تضع المواطنين في الصورة حول الهزة التي ضربت صبيحة اليوم جنوب شرق منطقة حمام الوان وبالتحديد بمدينة الأربعاء؟ شكرا. اليوم تم تسجيل هزة أرضية القوة تاعها كانت 4.0 على سلم ريشتر. مركز الهزة حدد ب 10 كيلومتر جنوب شرق حمام الوان ولاية البليدة. هذه الهزة الأرضية يعني تدخل في النشاط العادي اللي نسجلوه على مستوى الجزائر. يعني لازم نعرفوا باللي يعني موقع الجزائر، الجزائر تقع شمال إفريقيا. هذا الموقع يوافق منطقة التقاء صفيحتين تكتونيتين معروفة، يعني الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوروآسيوية اللي هما في حالة تقارب منذ ملايين سنين. يعني نشاط الزلزال اللي نسجلوه على مستوى شمال الجزائر ومستوى البحر الأبيض المتوسط الغربي يعني هو ناتج عن التقاء القارتين هذوما. بالنسبة للجزائر، احنا شمال الجزائر نسجلوا يوميا هزات أرضية القوة تاعها تكون يعني أقل من 3 على سلم ريشتر. القوة هذه يعني كي تكون أقل من 3 المواطنين ما يشعروش بهم. يعني احنا يوميا تقريبا 10 هزات أرضية، من 5 إلى 10 هزات أرضية القوة تاعها تكون أقل. لكن بعض الأحيان مثل سجلناها مثل ما يعني شفناه اليوم أو في الأشهر يعني اللي سبقت ولا الأعوام اللي سبقت، بعض الأحيان تكون هزات القوة تاعها فوق 3، 4 ولا 5، وإن يعني تكون شعور به يكون كبير من طرف المواطنين. بالنسبة لحمام الوان، حمام الوان من ناحية نشاط زلزالي يعني معروف احنا بالنسبة لنا، يعني تم هناك تسجيل هزات أرضية أخرى يعني في 2013 قوة تاعها 2013 2014 2016 القوة تاعها كانت تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات على سلم ريشتر. يعني بالنسبة لنا هي نشاط عادي يعني وما فيش يعني لا داعي للقلق ولا للخوف، يعني هذا نشاط طبيعي يسجل على مستوى الجزائر. ويعني يومين كما قلت نسجلوا هزات أرضية في على مستوى المرصد تاعنا. يعني نعم، بعد الهزة التي ضربت صبيحة اليوم هل تتوقعون هزات ارتدادية مقبلة؟ ممكن هناك احتمال كبير يعني تكون هزات ارتدادية، لكن القوة تاعها تكون أقل من 4. يعني ممكن يكون هزات أخرى ارتدادية ومن المواطنين ما يشعروش بها، بس القوة تاعها تكون أقل من 3، لكن يعني ممكن تكون ما بين 3 إلى 4. يعني لا داعي لل يعني هذه يعني شيء طبيعي بالنسبة لهزة أرضية كي تكون هكذا، وراء يليها يعني هزات ارتدادية يعني ظاهرة طبيعية. يعني نطمئن المواطنين بعدم وجود خطورة في الهزات المقبلة بعد هذه الهزة؟ إن شاء الله، الحمد لله إن شاء الله ما تكونش هناك يعني ما عندكش خطورة. يعني طبيعة كي تكون هزة يكون مراها يلي هزات ارتدادية مثل ما شفناها على كل الزلازل اللي سجلناها على مستوى يعني بلادنا. كل زلازل تكون قوة تاعها 5 تكون يليها هزات ارتدادية، يعني طبيعية. إذن شكرا لك سيدي، عودة إليك زميل الأسد وما تبقى بين الأخبار.
نسأل الله السلامة والعافية على كل حال. أستاذ غريب، كنت معنا مباشرة من مركز البحث في علمي الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، شكرا لك ولضيفك الكريم. دوليا وفي المغرب، تشهد المدن المغربية وقفات احتجاجية تنديدا بالاعتقالات السياسية الجائرة في حق المعارضين وأصحاب الرأي. المتظاهرون أكدوا أن أسلوب فبركة القضايا الذي أصبح مفضوحا، أكدوا أنه يهدف إلى التغطية على فشل نظام المخزن في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية في البلاد. يقول عبد الجبار بن يحيى: لا يزال المخزن المغربي يواصل قمعه للحريات وخرقه لكل لوائح حقوق الإنسان. يتجلى هذا بوضوح تام حين جند المخزن سلطته الأمنية من أجل قمع الناشطين والمدونين والصحفيين والأساتذة وأصحاب الرأي في زنازين الظلم. نظام يكبل كل صوت يقول أن المخزن جانب الصواب. الحقوق والحرية تعيش كذلك أزمة اليوم، الاعتقالات متتالية، المحاكمات السياسية متتالية، عشرات المواطنين والمناضلين والنشطاء والمدونين يعني في السجون بسبب تعبيرهم على آرائهم وانتقاداتهم للسياسات السائدة في بلادنا. هذه بعض الشعارات التي يرددها الشعب المغربي في مظاهرات ومسيرة حاشدة تشهدها الرباط والعديد من المدن المغربية احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. غضب وغليان وسخطٌ للشارع المغربي المنتفض ضد القمع والقهر والترهيب التي ينتهجها المخزن ضد المغاربة. في مدينة جرسيف خرج الآلاف من المواطنين منددين بالاعتقالات السياسية الجائرة في حق أصحاب الرأي وفق أسلوب مخزني بات معلوما بفبركة القضايا. مسيرة احتجاجية في فاس ومراكش ومدن أخرى تقودها التنسيقية الوطنية للأساتذة الرافضة للمحاكمات. مظاهرات ضد كل أشكال التضييق على حرية التعبير وسجن المدونين والصحفيين والأساتذة. المتظاهرون عبروا عن تضامنهم المطلق مع القضية الفلسطينية ونددوا باستئناف المغرب علاقته مع الكيان الصهيوني. هكذا هو الشارع المغربي اليوم، مسيرة احتجاجية ضد المخزن الذي أودى بثلثي الشعب المغربي في متاهة الفقر والقهر. رضا، الآن وفي كرة القدم، تلعب اليوم مباريات الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حيث يكون برنامج المقابلات على النحو التالي: اتحاد الجزائر يواجه شباب بلوزداد، شباب قسنطينة يواجه أولمبيا شلف، مولودية البيض، وفاق سطيف، اتحاد خنشلة نجم مقرى، شبيبة القبائل أمل الأربعاء، هلال شلغوم العيد، اتحاد بسكرة، نادي بارادو، شبيبة الثورة، مولودية وهران، مولودية الجزائر. نختم معكم هذه النشرة من ولاية تسمسيلت بحكاية شجرتي الألفية أو ما تسمى بالسلطان والسلطانة. شجرتا أرز ذائعتا الصيت بغابة عين عنتر حيكت حولهما الكثير من الحكايات، أصل ثابت في أعالي الونشريس وفرع يحوم في سماء المخيال الشعبي منذ 1000 عام. يقول هشام سعدودي:
السلطانة 20 متر نفرقوا بيناتهم على مستوى التفرع والطول نتاعهم. وحنا كإدارة غابات رانا نسهروا ونقوموا على حماية هذه الثروة. هذه الغابة إن شاء الله رانا قبادرة البلدية مع محافظة الغابات السمسيلت لإنجاز دراسة اللي هي متواجدة على مستوى وزارة الفلاحة، دراسة تصنيف المنطقة كغابة استجمام. إن شاء الله إذا تجسد هذا المشروع مع مشروع تهيئة الغابة عين عنتر إن شاء الله نتوقع أنه راح تكون قطب سياحي جذاب ومتميز لعشاق الطبيعة والسياحة الإيكولوجية والجبلية والرياضات الجبلية وعشاق التخييم. السلطان والسلطانة أكبر من مجرد شجرتين أو نبتتين، هما الأسطورة والمزار والجمال والشاهد على عتاقة المنطقة وأهلها. بهذا نختم نشرة 11. إلى اللقاء.